نظم ببرج بوعريريت ملتقى جهوي للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بمشاركة 8 ولايات من شرق البلاد، أين تم مناقشة أهمية الرقمنة والتكوين في التعجيل في تطبيق الدفع الإلكتروني. نعتقد أن هذه الندوة اللي يحضرها ممثل النشاطات المهنية في ولاية برج بوعريريت ويحضرها كذلك ممثل الولايات المجاورة لولاية البرج اللي تحمل عنوان التكوين والرقمنة هي نقطة انطلاق لمجموعة من الحملات التحسيسية تحضيرا لتعميم الدفع الإلكتروني مع بداية 2024. كذلك سنفتح ورشات من خلال الاتفاقيات مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين. قانون المالية 2020 أجبر التجار على أنه يضع في متناول المستهلكين وسائل الدفع الإلكتروني. هي يعني آلية ولا فرصة للقضاء طبعا على الغش، على المضاربة، اسمها القضاء على الفساد، القضاء على يعني واللي أهم حاجة هي القضاء على السوق الموازي، وطبعا هي تخدم المستهلك بصفة مباشرة. يعني موضوع الرقمنة موضوع مهم يتطلب منا جهد كبير باش نبلغوه للتجار والمستثمرين والصناعيين باش يكون واقع ملموس في المجتمع. كما تم على هامش الملتقى الجهوي تنظيم معرض للصناعات التقليدية لحرفيات أبرزن التراث المادي للجزائر وأكدنا على أهمية التكوين. قمنا بتأطير 125 متربصة في هذا المجال وكانت الدورة جد ناجحة، وإن شاء الله المزيد والمزيد يعني باش نرفعوا من المستوى. بنات عفاك ولا بزاف يحبوا يتعلموا، يحبوا صناعة الحلويات الخياطة والحلا. لتبقى مثل هذه اللقاءات الجهوية والوطنية فرصة لتجهيز وتحضير الأرضية الصلبة بغية التطبيق السلس والتدريجي لنظام الدفع الإلكتروني في الجزائر.